وأردوغان يواصل المتاجرة بدماء الشعب التركي ويضعهم على طاولة أوباما كذريعة لإعادة الأولوية لخيار العدوان الخارجي وتسليح إصابات القاعدة في سوريا بعد تفجير ريحانية. يواصل زعيم حزب العدالة والتنمية المتقن لكل فنون الكذب والصراخ حملته العدائية ضد سوريا القائمة على جملة ملفات وقضايا مفبركة، فيضيف إلى دلائله المزعومة على استخدام السلاح الكيميائي اتهامات اعتباطية مسبقة ضد سوريا بتفجير الريحانية الإرهابي الذي أودى بحياة عشرات الضحايا. الاتهامات الأردوغانية التي تلت الحادثة بساعات جاءت كمحاولة للدخول على خط التفاهم الروسي الأمريكي المولود على أساس التسوية السياسية وفق بيان جنيف، بهدف تذكير السيد الأمريكي بضرورة الاحتفاظ بخيار العدوان العسكري من بوابة حلف الناتو وعدم المراهنة على حل سياسي قد ينقل الأزمة من سوريا إلى عقر دار رعاة الإرهاب الإقليميين بعدما فشلوا في إسقاط سوريا رغم كل ما أهدروه من إمكانيات في سبيل ذلك. اتهامات زعماء حكومة صفر عدالة وتنمية لم تنجح في تأليب الرأي العام التركي والحصول على دعمه لسياساتها، ولم تفلح في خلق حالة من الصدام على المستوى الشعبي بين سوريا وتركيا، بل دفع الغضب الشعبي على سياسات أردوغان مئات المحتجين الأتراك إلى الشوارع للمطالبة باستقالة حكومتهم المسؤولة عن إراقة الدماء وبتخليص الأراضي التركية من الإرهابيين القتلة. أردوغان الانتهازي المنقلب على علاقات حسن الجوار مع كل دول الجوار يرى في استمرار دوامة العنف في العالم العربي فرصة لإطالة عمره السياسي والالتفاف على حالة النقمة الشعبية على سياساته، وعلى هذا الأساس يمكن تفهم فكرة استعداده لقتل الشعب التركي نفسه بعدما تورط مباشرة في قتل الشعب السوري من أجل خلط الأوراق من جديد وقطع الطريق على أي تسوية سياسية بالتعاون مع بعض مشايخ المضارب الخليجية الذين لا زالوا من أنصار التدخل العسكري في سوريا. صراخ العثمانيين الجدد تعبير عن حالة الذعر والغضب التي أصيبوا بها بعد فشل كل ما راهنوا عليه، ولا عجب أن اقتراب أردوغان من حافة الغرق في مستنقع الإرهاب الذي ورط به الدولة التركية قد يدفعه إلى فعل أي شيء بما فيه التفجيرات الإرهابية بعدما بات الصفر علامة فارقة لأقواله وأفعاله وأخلاقه.